بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في كورس VMware ThinApp. تكلمنا في الدرسين اللي فاتوا عن Introduction عن ThinApp وعن Portable Applications وال Virtualization Applications كConcept، وإيه الشركات العاملة في الموضوع ده وإيه الأبليكيشن اللي ممكن نستخدمها عشان نقدر نعمل Portable Application عندنا. اتكلمنا في الدرس التاني ازاي نقدر نعمل انستول للابليكيشن زين اب اللي احنا نستخدمه عشان من خلاله يقدر يعمل لنا بورتابل ابليكيشن لأي برنامج عندنا، وشوفنا مثال لكده. عملنا برنامج ادوب اكروبات وعملنا بعض البرامج البسيطة عندنا. درسنا النهارده هيكون استكمالا للدرس التاني، يعني انا ما بعتبروش درس منفصل، إنما هو استكمال لعملية كلاب عملي كده لجزئية إزاي نقدر نعمل بورتابل أبليكيشنز. إحنا شفناها في الدرس اللي فاتت، وشفنا إزاي نقدر نعمل بورتابل أبليكيشن لبرنامج الوين رير. شفنا الستيبس اللي هي الخمسة ستيبس اللي عندنا إزاي تقدر تعمل بيها. النهاردة نقدر نقول ممكن نقدر نقول إحنا نعمل مراجعة للدرس اللي فات، ونراجع الستيبس اللي بيتعدي بيها مراحل انشاء بورتابل ابلكيشن، بالاضافه لكده ان احنا هنطبق المثال بتاعنا في عمل بورتابل ابلكيشن جديد، وهو عن هنعمل بورتابل ابلكيشن للاوفيس 2010. طبعا ركزت قوي ان احنا نعمل برنامج الاوفيس 2010 لانه برنامج مهم لاغلبيتنا وكلنا بنستخدمه اكيد، فعشان كده قلت لازم نقدر نعمل البرنامج ده، لأن البرنامج ده فيه طبعا برنامج ضخم يحتوي عدة برامج جواه. هنشوف ازاي نقدر نعمل بورتابل ابلكيشن، نحول برنامج الاوفيس بتاعنا ده الى بورتابل مع المحافظة على كل الابلكيشنز اللي جواه ان هي تقدر تشتغل معانا. فده هيكون اكبر مثال عندنا، وده يعني اكبر برنامج انت ممكن تعمله بورتابل في حياتك. فالدرس ده هيكون فقط متعلق ازاي نقدر نعمل بورتابل ابلكيشنز وتحديدا برنامج الاوفيس تطبيق عملي مش اكتر. هنشوف دلوقتي ازاي نقدر نعمل الكلام ده. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت احنا هنحتاج فقط لا غير جهاز ويندوز فاضي تماما، معلوش اي ابلكيشنز، ده ريكومنديشن انه ما يكونش عليه اي حاجة عشان ما يأثرش في عملية البورتابل ابلكيشنز، ما ناخدش فايلات وفولدرات من برامج تانية ملهاش أي علاقة بينا في الملف البورتابل اللي بيطلع في الآخر. فعشان كده دايما بنستخدم ويندوز بيور تماما. بننزل بس برنامج السين اب سيت اب عندنا، بتعمل انستليشن ليه على الجهاز اللي عايز نستخدمه في عملية الكابتشر. الجهاز ده طبعا بنشوف كده الخطوات بتاعتنا شكل ما قلنا قبل كده، عندنا خمس خطوات. البري سكان اللي هي عبارة عن البرنامج السين اب بيعمل سكان على نسخة الويندوز بتاعك ويشوف الحالة بتاعتها قبل ما ننزل الابليكيشنز. المرحلة التانية هي عملية انستول للابليكيشن اللي هو في حالتنا هنا يكون الاوفيس، هننزل الاوفيس. بعد ما تعمل انستليشن ليه هنا بيكون لك بعض الافيلابيلتي ان انت تقدر تعمل تعديل لنسخة الاوفيس اللي انت منزلتها. ممكن تغير السيتنج اللي فيها، ممكن تضيف اضافات فيها، تعمل موديفيكيشن فيها، تضيف لانجوج على سبيل المثال، تضيف فونت، تضيف ابديت، تضيف سيرفيس باك وغيرها. بعد ما تظبط كل حاجة تتنقل على المرحلة الثالثة واللي هي البوست سكان. بوست سكان بيشوف حالة الويندوز، ايه الحاجات اللي اتغيرت من المرحلة الأولى عندنا، والحاجات اللي هي اتغيرت أكيد هي مرحلة الانستليشنز. هنا بيشوف إن عندنا في برنامج نزل جديد وكاريت فايلات فين، عدل في ملفات الويندوز، عدل في ملفات الريجستري، حط ملفات في الستارت أب وغيرها، ودي الملفات دي كلها بيجمعها عندنا في المرحلات اللي المرحلة الخامسة عندنا. لكن في المرحلة الرابعة بيسألنا بعض الأسئلة عن البرميشن اللي ممكن نديه اليوزر على الابلكيشن ده، هل احنا نبقى افيلابل لاي حد ممكن يستخدم البورتابل ابلكيشن ده او لا. نظام البرميشنز او البرميشن الخاص بالبرنامج، ان البرنامج ده نعمل له ايزوليشنز ان هو اي داتا بتطلع من الابلكيشن ده
هتحطه في اي مكان في الويندوز ولا ليه اماكن معينة بس عشان ما يأثرش على نسخة الويندوز بتاعت برنامج البورتابل ده. وغيرها من بعض الاوبشن هنعدي عليها واحنا بنكريت البورتابل ابلكيشن بتاعنا. طبعا الخطوة الخامسة اللي هي بيعمل لي اكسبورت للابلكيشن ده وبيسألني هيطلعه لي في أي شكل، هل هيطلعه في شكل ملف اكس اي او ملف بات او ملف ام اس اي او يعمل لي كومبريز عندنا، ونقدر نعدل فيه من ملف السيتنجز اللي هي ملف الاي ان اي، عبارة عن ملف تكست بيحتوي على السيتنجز اللي عدناها كلها. هنشوف دلوقتي مثال نبدأ مع بعض كده ازاي نقدر نعمل بورتال للابليكيشن بتاعنا وهو الاوفيس. طبعا هنحتاج 3 حاجات اساسية، هنحتاج نسخة الويندوز اللي بنشتغل عليها دلوقتي بيور، هنحتاج برنامج السين اب، هنحتاج نسخة الاوفيس بتاعتنا. دي في النهاية على نسخة الاوفيس بتاعتنا، ولو معاك ابديت او اي حاجة بجهزه بردك عشان تنزله بعد ما تنزل الاوفيس عندنا. اول مرحلة طبعا هنعمل ايه؟ هنعمل عملية البري سكان، هيعمل سكان كده لنسخة الويندوز بتاعتنا ويشوف حالتها قبل ما ننزل أي أبلكيشنز. طبعا الخطوة دي لازم نعملها يا جماعة قبل ما ننزل الأبلكيشن. لو نزلت الأبلكيشن من غير ما تعمل بري سكان طبعا البرنامج مش هيعرف ايه الحاجات اللي اتغيرت في الويندوز وايه الإضافات اللي انضافت عشان يقدر ياخدها. عملية البري سكان هي اللي بتقدر تعرفه حالة الجهاز قبل ما ينزلنا الأبلكيشن وبعد ما نزلنا الأبلكيشن. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة البري سكان انتهت. المرحلة التانية اللي تنقلها على طول هي مرحلة الانستليشنز. حاليا هنعمل انستول للسوفت وير بتاعنا وهو الأوفيس. بنجيب نسخة الأوفيس عندنا هنعمل لها انستول حاليا. طبعا خطوات انستول الأوفيس بسيطة جدا ومهياش طبعا مشكلة لأي حد عندنا. نعمل لايس اجريمنت ونكست واستخدم الديفولت سيتنجز، هنا مش هتفرق معايا. اما انت لو طبعا لو ليك احتياجات معينة ابلكيشن معينة محتاج تنزلها او غيره بتغيرها زي ما انت عاوز. هنعمل انستول دلوقتي الاوفيس، حصل عملية الانستليشن فينش. طبعا اي حد يحتاج ينزل سيرفيس باك للاوفيس، اي حد يقدر محتاج ينزل فونت او اي اضافات في الاوفيس ينزلها دلوقتي قبل ما نكمل عملية التحول للكابتشر بتاعنا. بعد عملنا انستليشن عملنا كل التعديلات اللي احنا محتاجينها في الاوفيس بتاعنا، هنعمل المرحلة الثالثة دلوقتي واللي هي البوست سكان، اللي هو في خلالها هيشوف ايه التعديلات اللي عملها الابليكيشنز اللي احنا نزلناها، سواء ابلكيشن واحد او اكتر من ابلكيشن ممكن نعمله في مرحلة واحدة. طبعا هنا هيشوف كل ملفات الويندوز اللي هي داخل السي والدي، ويشوف هو الويندوز الفولدر السي ويندوز والبروجرام فايل والدوكيومنت وغيرها، ويشوف ايه التعديلات اللي حصلت في الستارت منيو في ريجستري وغيرها. هيجمع كل المعلومات ديت وكل الاضافات اللي حصلت جديدة عشان هياخد منها كوبي، هياخد الكوبي ده يحطه في الملف اللي هيطلعه لنا في الاخر اللي هو ملف البورتابل ابلكيشن عندنا. حاليا بيعمل مقارنه كومبيرنج بين البري سكان والبوست سكان، بيشوف ايه حاله الويندوز في البري سكان المرحله الاولانيه وبين حالته دلوقتي اللي في المرحله الثالثه بعد ما عملنا الانستليشن عندنا. عمليه المقارنه بتاخد بعض الوقت، طبعا برنامج الاوفيس بيعمل تعديلات كتير وبيعدل في ملفات كتير، فهتبقى عملية كومبيرنج ضخمة إلى حد ما. جابلنا دلوقتي إيه الإضافات اللي حصلت جديدة، إيه الجديد عندنا، وده يعتبر بداية المرحلة الرابعة واللي هي مرحلة الكونفيجريشن اللي سألنا فيها بعض الأسئلة المهمة عندنا. أول سؤال عندنا بيقولنا دلوقتي هو شاف إن في أبلكيشن كتيرة نزلت عندنا. طبعا هو مش أبلكيشن كتيرة على حاجة، هو برنامج واحد، لكن لأن برنامج الأوفيس يحتوي على أكتر من أبلكيشنز فعرض لي كل ملفات الابلكيشن الاكس اي اللي احنا ممكن نستخدمها عندنا. طبعا برنامج الاوفيس في الاخر ما ينفعش يطلع ملف واحد انما هو اكتر من ملف، لان احنا عاوزين طبعا الاكسل وورد وغيره. فاحنا هنا نحتاج الملفات اللي هنستخدمها في الشغل عندنا فقط لا غير. فطبعا كل البرامج دي بنحتاجها عندنا، لكن في بعض الحاجات مش بنحتاجها، يعني من اول مثلا هنا طبعا لانجوج ممكن تحتاجه وممكن لا، ديجيتال سيجنتشر
لكن بالتأكيد بقية هذه الملفات مش هنحتاجها في شغل المحكمة. طبعا هحتاج الوورد والأوفيس والإكسل والنوت باد وغيرها عندي، ونختار اللي احنا محتاجينه وهنعمل نكست. طبعا ده لو احنا عندنا الابليكيشن في ام وير هورايزون ابليكيشن ونعمل انتجريشن بين الاثنين. طبعا احنا ما عندناش، لو عندنا بنعمل يو ار ال بتاع الهورايزون ابليكيشن سيرفر. هنا الجزئية الخاص بالبرميشن، مين اليوزر اللي هنديه البرميشن عشان يستخدم البرنامج ده؟ هل هنعمل everyone أو هنستخدم يوزر معين من جوه الأكتيف دايركتري أو غيره؟ في حالة إن أنا هستخدم everyone. الجزء الخاص بالسيستم ايزوليشن مود، هل إحنا هنتيح للأبليكيشن ده إن هو يقدر يكتب في كل أماكن الفولدرات الخاصة بالويندوز ما عدا الأبليكيشن داتا والسيستم عندنا؟ ولا نعمله ريستريكتد وفي الحاله ديت ان هو ما يقدرش يكتب في اي حته ما عدا الديسكتوب والماي دوكيمنت. طبعا لان هو في حاله الاوفيس برنامج تراست عندنا وبرنامج معروف، فهنتاح له ان هو يكتب في غالبيه الفولدرات اللي هي الاختيار الاولاني عندنا. الجزئيه اللي بعد كده اللي هي الجزئيه الخاصه بالساند بوكس. الساند بوكس قلنا قبل كده ان هو عباره عن الفولدر اللي هيحتوي على السيتنجز الخاصة بالابليكيشن ده. على سبيل المثال لو احنا دلوقتي عملنا سيتنجز معينة جوه الاوتلوك بتاعنا، الاوتلوك طبعا كل يوزر ليه سيتنج في الاوتلوك تحتوي على اليوزر نيم والباسورد واسم السيرفر وغيرها من الانفورميشن. لو احنا فرضنا ان برنامج الاوفيس ده البورتابل ده محتاجين نحفظ السيتنجز بتاعتنا، طبعا ملف البورتابل ما بيحفظش حاجة جواه، انما اي سيتنجز احنا بنعملها عندنا من خلال استخدام برنامج بورتابل السيتنجز بتتحفظ بره عن الابليكيشن، لان يعني الابليكيشن بيبقى في الاخر ملف اكس اي وحيد ما نقدرش نعدل فيه اي حاجه. فالابليكيشن حاجه والسيتنجز حاجه بتاع اليوزر، السيتنجز اللي بتحتوي الكونفيجريشن بتاع الاوتلوك. في الحاله دي احنا محتاجين نحفظ السيتنجز في مكان، فعندنا هنا كذا طريقه ممكن نحفظها في اليوزر بروفايل في الابليكيشن داتا فولدر اسمه زين انستول، وكان ده على فكرة اسم زين اب زمان. الفولدر ده يحتوي على السيتنجز الخاصة بالابليكيشن بتاعنا، هتحتوي في جوه فين؟ هتحتوي في البروفايل بتاع اليوزر اللي فاتح من خلاله الابليكيشن البورتابل عندنا. ده طبعا في حالة لو احنا عندنا اكتر من يوزر بيستخدم نفس الجهاز عندنا، او عندنا يوزر بيستخدم جهاز ثابت عندنا. في الحالات ديت بنستخدم الأسلوب ده. لكن لو في حالة إن إحنا الأبليكيشن بتاعنا أنا بستخدمه لكن بتنقل على أكتر من جهاز، ماليش جهاز ثابت عندي، فعاوز السيتنجز بتاعتي أخدها معايا باستمرار، فعندنا هنا 2 أوبشن: يا إما تخلي السيتنجز بتاعتك تتحفظ على نفس المكان الفولدر اللي فيه الأبليكيشن. على سبيل المثال بيدوا المثال دايما اللي هو يو اس بي، إن إحنا مثلا واخدين الأبليكيشن بتاعنا على يو اس بي وبتنقل كده على أي جهاز بوصل فيه اليو اس بي بتاعتي وأشتغل. طبعا هنا السيتنجز بتاع الاوتلوك احفظها فين؟ احفظها في نفس الفولدر اللي بيحتوي الملف البورتابل بتاعي. او لو انا نب نتورك وعندي نتورك كونكتد معايا سيرفر موجود باستمرار شغال وانا بشتغل من داخل نتورك معروفه مش في مكان ما فيهوش نتورك، ممكن استخدم الخيار التالت ده واحفظ السيتنجز بتاعتي على فولدر شير على سيرفر معين. يبقى دلوقتي ممكن اتنقل على اي سيرفر على اي جهاز في النتورك بتاعتي، والسيرفرات الاجهزه دي كلها بتقدر تاكسس الشير مثلا اللي موجود على السيرفر ده. على اكزامبل مثلا السيرفر بتاع اسمه سيرفر على فولدر اسمه شير، الفولدر ده يحتوي السيتنجز بتاع اليوزر اللي يستخدم الاوتلوك على سبيل المثال. طبعا لازم يكون في الحاله ديت ان الجهاز اللي هيشتغل من عليه يكون كونكتد بيقدر يوصل للشير الخاص بالسيرفر ده عندك. لكن لو مفيش سيرفر وبيستخدم الأجهزة الأبليكيشن ده في أماكن بره النتورك بتاعتنا يستخدم الخيار اللي التاني. في حالتنا إن إحنا نستخدم الخيار الأولاني لأن إحنا نعتبر اليوزر بتوعنا بيديهم أجهزة ثابتة ومعروفة عندنا. نكست. لو عايز تعمل اشتراك في الكواليتي أشورنس في VMware، هنا بيسألني الـ Inventory Name الابليكيشن بتاعنا لما نطلعه في الآخر كده هيكون باسم ايه؟
طبعا هو كاتب لنا مايكروسوفت اوفيس سيرفيس باك 1 طبعا، لان هو ده الاسم بتاعنا. ممكن طبعا ممكن نختصر الاسم شويه او نعدل الاسم بتاعنا، ده الاسم اللي هيظهر لنا في الاخر. والبروجكت لوكيشن، المكان اللي هيتحوز فيه البروجكت بتاعنا. البروجكت بتاعنا اللي هي ملفات الداتا اللي عملها، اللي هيعمل لها كابتشر، اللي هو شافها في مرحله البوست سكان، اللي هتلاقي في الدرج كده مكريتها، خاصه بالويندوز وخاصه بالبروجرام فايل وخاصه بالسيتنجز والستارت منيو والديسك توب والريجستري وغيرها. فيحفظ كل الحاجات، الملفات الكابتشر ده فين؟ ده الديفولت باص بتاع زين ابل اللي بيحفظ في اي حاجه. ممكن احنا نغير المكان ونغير ونحطه في اي مكان تاني. نكست. طب الشكل النهائي اللي احنا اليوزر ممكن يستخدم بيه الابليكيشن ده هيكون في صورتي. احنا شوفنا طبعا المره اللي فاتت ان احنا كنا ممكن نطلعه في 3 صور. الصوره الاولى وهو ممكن يطلعه في ملف اكسي، واللي شفناها في الوين رير. الوين رير كنت بقدر اطلع كده ملف وحيد اكس اي، بعمل دبل كليك عليه بيفتح البرنامج ده. لكن طبعا الاوبشن ده مستحيل ينفع معانا في الاوفيس. ليه؟ لان الاوفيس ليه اكتر من ملف اكس اي، ليه اكتر من برنامج. يعني احنا لو تصورنا دلوقتي ان انا هختار اكس اي، طب هختار ايه؟ هل اختار وورد ولا الاكسل ولا الباوربوينت ولا الاوتلوك ولا غيره؟ فهنا دلوقتي مينفعش عندي، لان الابليكيشن ده فيه اكتر من ملف اكس اي في الشغال. فعشان كده بيديني اختيار تاني. بيعمل ايه؟ بيجمع لي الداتا اللي بيعمل لها كابتشر في ملف دوت دي اي تي. الفولدر ده، الفايل ده بيحتوي كل الداتا بتاعته، هو فايل. طيب الملف ده ما اقدرش اشتغل بيه، ما بيفتحش اساسا، هو بيحتوي داتا. طب فين بقى الملفات اللي هستخدم اللي من افتح من خلال الاوفيس والاوتلوك وغيره والوورد والاكسل وكده؟ بجانب الملف ده بيتكلم كده ملفات حجمها صغير، عبارة عن ايه؟ عبارة عن يعتبر شورت كات للابليكيشن بتاعتي، اللي هي الاوفيس، اللي هي جوه الاوفيس، اللي عبارة عن وورد والاكسل والباوربوينت وغيرها. فأي ملف انا بفتح الوورد، هو الوورد الملف ده في حجمه كام كيلو، انما هو بيعمل ايه؟ بيروح يفتح الداتا بتاعته الموجودة في الملف ده عندنا. عشان كده هلاقي ملف كبير اللي هو دوت دي اي تي، وجنبه ملفات حجمها صغير اللي هي ملفات الروابط اللي اليوزر هيستخدمها عنده عندنا. لكن طبعا اليوزر لما يجي يشتغل يا جماعة لازم ياخد الفولدر ككل، ياخد ملف الدي اي تي بالإضافة لملفات الإكسل والوورد اللي عندنا حجمها الصغير دي. الاتنين مع بعض بيشتغلوا، غير كده مش هنقدر نستخدم ملف الدي اي تي أو نستخدم الملف التاني على حدة. الأسلوب التاني اللي بطلع بيه الملفات عندي اللي هو ملف طريقة الـ MSI. الـ MSI طبعا شوفنا إن هي عبارة عن نفس أسلوب الـ XE أو الـ DAT، بس الاختلاف إيه؟ لما أنا أطلع ملف الـ MSI، إن أنا بحتاج بس أعمل دبل كليك على ملف الـ MSI بيروح يعمل حاجة كده، مش بيعمل انستليشن طبعا، إنما هو بيروح يطلع اكسبورت ملف الـ DAT ده من جواه، ويحطه فين؟ بيحطه جوه البروجرام فايل بتاعي، بالإضافة إن هو بيروح يحط نفسه جوه الـ Add and Remove بروجرام، وبيحط نفسه في الـ Start Menu. بيحسسني بالظبط ان الملف ده معمول له انستليشن، مع انه ما عملش انستليشن، ما خدش حتى الوقت بتاع الانستليشن، ما سالنيش في اي اسئله انستليشن او غيره. يعتبر بس دبل كليك، عمل اكستراكت ملف الدي اي تي عندنا، وحط نفسه في الستارت منيو، السي بروجرام فايل، والاد اند روم بروجرام. طبعا ممكن نستخدم الخاصيه دي او لا، وممكن نكتفي بس بالملف البورتابل ان احنا نستخدمه كده على فلاش ولا حاجه، دبل كليك ونشتغل. طبعا ان احنا مش هنستخدم ننزله على اي اجهزه ولو احنا بنستخدم اسلوب الفلاشات وكده. اخر اختيار عندنا ممكن نستخدمه او لا، موضوع الكومبريس ده. طبعا لو الابلكيشن ده كبير والناس بتاكسسه من خلال النتورك، ممكن نعمله عمليه ضغط عندي عشان حجمه يبقى صغير في عمليه الترانسفير. طبعا ده لكن ملاحظه ان ده هيعمل لي بطء في عمليه فتح البرنامج، لان بيحصل له ان كومبريس في بدايه الفتحه. انا دلوقتي هطلع البرنامج ده بصورتي اتنين، في صورة ملف الدي تي وملفات الاكس اللي حواليه، وفي صورة ام اس اي عشان نشوف الشكل ده والشرف الشكل ده. دلوقتي هنعمل عملية سيف. هيسيب لنا دلوقتي البروجكت بتاعي، هيجمع يعمل كوبي للداتا بتاعتنا اللي لقاها جديدة في عملية البوست سكان اللي هي المرحلة الثالثة. هينقل كل الملفات والسيتنجز وكل حاجة جوه الفولدر اللي احنا عاملينه للبروجكت. دلوقتي عملية الكوبي بتتم، كوبي لكل حاجة من جوه الويندوز والفونت وغيرها. هيحفظ كل الكلام ده فين؟ هيحفظه عندنا في الديفولت لوكيشنز الموجود جوه البروجرام فايل فولدر سين اب،
الآلة عندنا الفولدر اللي يحتوي على كل ملفات الكابتشر عندي. لاحظوا بياخد كل حاجة البرنامج عمل تعديل فيها، الفونتات، اللوكال ابلكيشن، السيستم روت وغيرها، لسه بيعمل دلوقتي كوبي، هيعمل لنا فولدرات تانية كتير عندنا. ولو فتحنا الفولدر الخاص بالبروجكت هنلاقي عاملينها كابتشر لكل الداتا الخاصة بالأوفيس اللي هو اكتشفها إن هي نزلت بعد ما عملنا عملية البريسكان. لو شفناها كده هتلاقي عبارة عن كل فولدرات الويندوز أغلبها، وإيه السيتنجز اللي الأوفيس عدل فيها. لو فتحت البروجرام فايل هنلاقي هنا ملفات الأوفيس كلها موجودة عندي. لو جيت هنا ملفات ريجستري، ده ملفات ريجستري اللي الأوفيس عدلها جوه الويندوز لما اشتغل عندنا، وغيرها من السيتنجز بتاعتي. حتى لو في كوكيز اي ملف هو حاطه على الديسك توب هلاقيه موجود هنا، والفنطات اللي الاوفيس نزلها وهو بيعمل عملية انستليشن وغيرها عندي. طبعا عندي لو فاكرين ملف الباكج دوت اي ان ار، طبعا ممكن نستخدمه ونعمل تعديل لاي سيتنجز عدت علينا او سيتنجز مستقبلية عندنا، وده نحتاجه في بعض السيتنجز لما نيجي نعمل انتجريشن مع برامج تانية عندنا إن شاء الله. لو عايز تعدل ملف الدوت اي دي تقدر تعدل شوية سيتنجز براحتك زي ما أنت عاوز. طبعا ممكن تعدله هنا مباشرة، أو تيجي هنا تقول عاوز أعمل إيديت لملف الباكج دوت اي ان اي براحتك، هي ديت هي دي. أو تقدر تفتح ملفات البروجكت بتاعتك اللي احنا فاتحينها دلوقتي. المرحلة الأخيرة إن دلوقتي طبعا ده ملفات الأوفيس، ده اللي هي الفولدرات اللي احنا اللي ملف الكابتشر أو ملف النهائي اللي احنا نستخدمه لو بيطلع في صورة MSI أو .exe أو .dat، ده اللي هيكون جوه الفولدر أو الفايل بتاعنا. يعني احنا لو عندنا ملف هيطلع لنا في ملف واحد مثلا .exe، ف .exe ده يحتوي كل الفولدرات ديت عندنا. انت ممكن طبعا لو عاوز، طبعا احنا مقدرش نستخدم برنامج الاوفيس بالشكل ده لانه منفصل، عاوزين نجمع بقى كل الفولدرات ديت ونطلعها في شكل من الاشكال اللي احنا شفناها من شوية اللي هو الاي اكس اي او الدي اي تي او الام اس اي. عشان نعمل الكلام ده هنعمل عملية البيلد. البيلد هيعمل ايه؟ هيجمع كل الفولدرات دي كلها في ملف واحد نهائي عندنا، من خلال الملف ده نقدر نستخدم الاوفيس عندنا فيه، ومجرد الضغط عليه دبل كليك مش اكتر من كده. دلوقتي عملية البيلد انتهت، ودي يعتبر اخر ستيبس عندنا دلوقتي انتهت. لو احنا عايزين نشوف دلوقتي ايه اللي هيطلع لنا في النهاية، مفترض يطلع لنا ملف دوت دي تي ومعاه ملفات الاكس الخاصة بالبرامج وملف دوت ام اس اي زي ما احنا عايزين. لو انا تركت الاوبشن ده اوبن فولدر كونتنت بروجكت اكسكيوشنز اكسكيوتابل، ده يظهر لي اللي هي الملفات الاكس اي في الاخر وملف الام اس اي. لو عملت كده فينيش هيجيب لي دلوقتي ده النتيجه بتاعتي. النتيجه بتاعتي عباره عن حاجتين اتنين شكل ما انا كنت محدد له، ملف دوت دي تي وده يحتوي لحظه حجمه كبير 3 جيجا وشويه، اللي هو يحتوي كل الملفات اللي على الجنب ديت اللي عمل لها كابتشر، بالاضافه لملفات اكس اي. طبعا ملفات اكس اي لو شفتها بحجمها كلها ميجا او 2 ميجا او شويه كام بعض الكيلو هات مش اكتر. ليه؟ هو عباره في الاخر ملف الاوتلوك ده مثلا ما هوش طبعا حجمه 200 كيلو، انما هو عباره عن ايه؟ عباره عن شورت كات للكونتنت الموجوده للملف الدوت دوت ديت اي تي. عشان كده لازم الفايلات ديت تتاخد كوبي مع بعضها بالشكل ده. لو انا بنقلها على فلاشه او هنقلها على جهاز يوزر عشان يستخدمها، باخدهم كلهم كده مع بعض، الملف الدوت اي تي والملفات الاكس اي. طيب عندنا حاجه تانية كمان اللي هي الام اس اي فايل. طبعا الام اس اي فايل ده مش ضروري يكون بنطلعه معاهم، يعني ده حاجه وده حاجه مش مرتبطين مع بعض، ممكن ناخده هنا على جنب كده. عندنا ملف الام اس اي فايل عباره عن ايه؟ عباره عن جواه ملفات الدوت ملف الدوت دي اي تي وملفات الاكس اي. استخدمها في ايه؟ استخدمه لو انا عاوز اخلي الابلكيشن ديت تظهر لي في الستارت بروجرام وتظهر لي في الاد اند ريموف بروجرام عند اليوزرز كانها معمول لها انستليشن بالظبط. عاوزين نجرب مثلا الابلكيشن دي شغاله ولا لا، لو جيت مثلا ضغطت على الاكسل او الوورد او غيره هتلاقي كده معموله لايسنس لمين
ليه؟ على حسب ما احنا كنا عاملين انستليشنز عندنا في جافا سيناء. دلوقتي برنامج اكسل هيفتح عندنا البرنامج ده، طبعا بورتابل ما هواش معمول له انستليشن او غيره. الفولدر ده ككل بناخده كوبي كده عند اليوزر، ملف الدوت اي تي وملفات الاكس اي عشان يقدر يستخدمه عندنا. لو انا مش عاوز اخلي اليوزر يتعامل مع الشكل ده وعاوزين يحس ان هو البرنامج ده معمول انستول عنده مع انه اوريدي مش انستول، هنستخدم لف الام اس اي، هنعمل دبل كليك عليه مش اكتر من كده، هيروح يعمل انستليشن عند اليوزر عندنا وهيظهر كده جوه البروجرام مايكروسوفت اوفيس والبرامج كانها معموله انستليشن بالظبط، مع انها طبعا مش معموله انستليشن ولا حاجه، انما هي في الاخر ملف بورتابل عندي. يبقى احنا كده شفنا دلوقتي ازاي نقدر نكريت الاوفيس نعمله بورتابل ابلكيشن، شفنا الستيبس اللي بنمر عليها عشان نقدر نعمل بورتابل ابلكيشن، الخمسه ستيب عندنا البري سكان والانستليشن والبوست سكان والكونفيجريشنز والبيلد عندي طبعا، بالاضافه لجوه الاوبشن اللي احنا بنختارها والاكستنشنز اللي احنا عاوزين نطلعها، هل ام اس اي، هل هي اكس اي، هل هي دوت تي تي، على حسب طبعا طبيعه الابلكيشنز عندنا والبرميشنز اللي هنديه اليوزر والبرميشن اللي هنديه الابلكيشن في السيف سيتنجز بتاعته عندنا. بكده نكون انتهينا من درسنا التاني، سواء في جزئيته الأولانية الخاصة بالديبلوي للإنستليشن للثين آب وشوفنا تطبيق هنا برنامج وينرير، أو في الجزء التاني من الدرس ده اللي هو نقدر نعمل كابتشر برنامج الأوفيس 2010 ونحوله إلى بورتابل أبليكيشن. إن شاء الله في الدروس القادمة هنشوف إزاي نقدر نعمل ديبلوي للأبليكيشن البورتابل ده على أجهزة اليوزر بأكتر من أسلوب عندنا. كان معاكم مهندس خالد الدسوقي، متشكر جدا لحسن